الموضوع كله بيجاز ان انا من ساعه لما اشتغلت عند الناس دي انا ما بعرفش، أكيد. انا ما بعرفش ان انا انافق ولا ان انا اكذب ولا ان انا اقول لده انت صح وهو غلط. ودي كانت نقطه خلاف دايما بيني وبين الناس ديت، ان انا ما بنافقهمش. مين الناس؟ الناس دي اللي هي ضباط شرطه رئاسه الجمهوريه حضرتك، وبعدين سيادتك انا كنت من اكفأ ومن الشرطه عندهم. لما تم اختيار واقع يوم بواقع يومين القصص دي كلها، وانا سني 43 سنه، بالرغم من ذلك عايز ابقى زي زمايلي وما بقاش متجاوز ولا طالب حق ازيد من حقي. فانا كنت بطلع، انا كنت بطلع الطوابير ده. ففي اليوم ده انا كنت تعبان، طلعت الطابور وجيت وكنت ايه لابس الترينك بتاع الرياضه، فبصيت لقيت الخبر راح للرائد ايمن الشيخ وجالي قال لي انت استاذ اطلع روح كلم العميد عاطف. قلت له يا فندم سيادتك بتتكلم جد ولا بتضحك؟ قال لي اه ده العميد عاطف عايزك. رحت للعميد عاطف، يا فندم سيادتك عايزني في ايه؟ قال لي مين قال لك ان انا عايزك؟ قلت له الرائد ايمن. قال لي يا ابني انا ما قلتلوش عايز. قلت له يا فندم هو قال لي ان حضرتك عايزني. قعد يدور عليه عشان يعرف في ايه، ما لقاهوش. طبعا ايمن الشيخ كان باعتني لعاطف، هو عمل لي مشكله وعمل مشكله لعاطف ابو حميد. فعاطف عبد الحميد انا قلت له يا فندم طيب عشان سيادتك ما تفضلش تدور وانا تعبان واقف قدام سيادتك، بعد اذنك ده هو انا كنت لحد من شويه لابس ترنج. فساب موضوع الترنج ده خالص، ساب الموضوع اللي انا داخله فيه مع ان هو موضوع هايف، مش هو ده اللي هو يستعصي امين شرطه عليه. فبصيت لقيت سيادته قال لي انت نزلت الناس من اسكندريه وانت طول عمرك ومش قاعد يزعق لي وديك ورخات البنطلون. قلت له يا فندم حرام عليك، انت ظلمتني زمان وجاي برضه سيادتك بتظلمني النهارده، وجاي بعد 43 سنه سن و23 سنه خدمه وانا كفاءه عندكم، وتيجي تقول لي ايديك ورا خط البنطلون واقف عدل واقف مش عارف ايه باسلوب استفزازي. طبعا انا اخدت بعضي ومشيت وقدمت استقالتي من الاداره ولميت حاجتي، التحف اللي على مكتبي وحاجتي كلها لميتها وخدت بعضي وقمت واخد بعضي وقمت ماشي. سياده اللواء يحيى سعيد عبد الوهاب لما عرف القصه كلها، وهو كان راجل بالامانه حقاني، فكان تم الاتصال وكان كلم والدتي ويا حاجه ابعتيه بس وده ابننا واحنا مش هنسيبه ويعدل عن استقالته والقصص دي كلها. لما رجعت اللي هو يحيى كان عادل وتم السيطره على العميد عاطف عبد الحميد وعلى رائد ايمن الشيخ. فطبعا هم بعدوا عني كده عشان اللي هو عايزهم يبعدوا عني. لما جه اللي هو يحيى سعيد مشي لان هو الدفعه ال 75، تم اضطهادي بقى من جديد زي ما يكون انا فريسه وقعت في ايديهم. بداوا يضطهدوني والقصص دي كلها، وبداوا يضطهدوا زمايلي، زمايلي على مستوى قصور واستراحات رئاسه الجمهوريه كلها. راحوا اشتكوا الضباط واشتكوا اللي هو محمد اهاب للسيد وزير الداخليه، وبناء عليه تمت التهدئه وعمل ايه؟ عمل اجتماع. انا من نوع الحمد لله من فضل ربنا ان انا بحب الانسان يكون نظيف وبحب النظافه. فانا قلت خلاص طالما احنا هيعملوا اجتماع عشان احنا حصل عندنا ثوره ويجب ان احنا ننظف بقى، يعني الخباصين بلاش منهم والناس الحراميه بلاش منهم. فانا اعلنت في وسط الاداره ان يا جماعه انا هدخل الاجتماع على اساس ان انا هعلن عن الخباصين فعلي، بحيث ان خلاص يبقى هو الاجتماع ده تبقى الاداره كلها نطفت. واحد من الخباصين سمع، توجه للرائد احمد جمال او المقدم احمد جمال على باب القاعه وقال له ده الامين عبد الناصر عايز يدخل الاجتماع عشان هيقولوا ايه. طبعا مش لمصلحه الخباصين ان انا ادخل اتكلم، وانا كنت هتكلم بجراءه بصراحه ربنا. فانا لما دخلت على الضابط فبصيت لقيت زميل اسمه احمد الخولي، ده من الخباصين بتوع الاداره، فواقف امين شرطه اسمه اهاب من مقر الرئاسه في مصر الجديده. فانا اول ما دخلت عليهم لقيت الامين اهاب قال لاحمد، قال لي الامين احمد انت بتجيب سيره زميلك، زميلك لما دخل عليك انت سكت ليه؟ ما تكمل كلامك. قلت له انت عايز ايه وبتجيب سيرتي؟ لا انا عايز اقول كذا. فقلت للمقدم قلت له يا فندم هو ينفع؟ قال لي اه ده شغله. قلت له يا فندم مش شغله، وانا هدخل الاجتماع ولكن ما يكون. سلطوا عليا العميد احمد سعيد ان هو ياخدني، ومعلش ما تدخلش. ايه الهدف ان انا ما ادخلش؟ عشان هم ما بيحبوش الصدق وما بيحبوش الصراحه. والعميد احمد سعيد طب معلش، طب سيجاره، طب كوبايه شاي، القصص دي كلها. دخلت مكتبي حسيت ان انا ان انا ان انا ان انا مش قادر وخلاص. الظلم ده استفحل في اداره شرطه رئاسه الجمهوريه، الناس دي سايبينها تجري في الدنيا فسادا. والاصول ساعه تنحي رئيس الجمهوريه ضباط شرطه رئاسه الجمهوريه او ضباط رئاسه الجمهوريه كلها تما، كان تم التحفظ على الضباط دي، والضابط النظيف يفضل والضابط الوحش يمشي ويحاسب على التربع بتاعه. اذا كان هو متربع يمشي، اذا كان هو نظيف فالاداره تبقى مكان للناس النظافه. حضرتك كتبت انا يافطه لا للظلم ورقه صغيره في الاسكاب كده وعلقتها في مكتبي ان انا رافض، فعلا رافض ايه؟ رافض الظلم. فحصل سطو عليا حضرتك وقعدوا بقى يزعقوا والقصص دي كلها. خدت بعضي وطلعت على وزير الداخليه. طبعا هم كلموا، هم لهم نفوذ وكلموا وزاره الداخليه ان انا يتم التعامل معايا ان انا ما يدخلونيش في القصص دي كلها. كان مين وزير الداخليه ساعتها؟ كان اللواء منصور العيساوي.
والكلام ده حضرتك فيما يقرب من حوالي 5 6 اشهر بالظبط. رحت انا عشان اشتكي في الوزاره، رفضوا ان هم يخلوني اقابل الوزير، مع ان ده كان حقي، حق ان انا اقابل الوزير عشان ده الوزير بتاعي. هم رفضوا ان انا ادخل له، وبداوا يمطوحوني شمال، طب اكتب طلب للوزير، طب اكتب مش عارف القصص دي كلها. طب يا جماعه انا هكتب 23 سنه خدمه في طلب لوزير الداخليه؟ مش طلب لوزير الداخليه، فهو مش هينفع ان انا اكتب طلب لوزير الداخليه. فانا هددتهم بالانتحار. لما هددتهم بالانتحار كنت هطلع ارمي نفسي من فوق قبر قصر النيل وانا لابس ميري. توجهت، وهم طبعا لما انا زادت ضغوطي عليهم وان هم خافوا ان انا انتحر فعلا، تم توجيه لمساعد وزير الداخليه لشرطه الحراسات الخاصه بالزمالك اللي هو طارق ركايبي، واحتواني الراجل وقعد معايا حوالي 2 3 ساعات، وقال لي يا ابني يا ريت عندي امين شرطه عندك والقصه دي كلها، ورجع شغلك. رجعت شغلي وهم اتكلموا معايا، طبعا هم مش طايقيني بس اتكلموا معايا نظرا ان انا اشتكيت لمساعد وزير الداخليه، وقعدوا يهدوا معايا لغايه لما حصل مشاكل بعد كده. هم برضو مش قابليني في الاداره عشان انا خرجت كده عن النص وان انا بقيت اشتكيهم. كان في شغل خاص بالاداره في اسم القاهره، في اسم القاهره اول، وكان في محضر ان انا هجيبه، وتم الاعتداء عليا من مندوب شرطه وضربني بظهر الطبنجه في دراعي. فانا توجهت للاداره، يا جماعه نعمل محضر عشان ده حقي. قالوا لا، طبعا فضلوا الجبن بتاعهم على ان هم ما يسمعوش الداخليه بيهم وان احنا بنعمل، مع ان كان حقي وتجاوز عن حقي. وبالرغم من ذلك ان هم ما قدروش يجيبوا المحضر اللي انا كنت رايح اجيبه اساسا، ده خوف وجبن، وجبن منهم في الاداره. توجهت لمدينه الاسكندريه لحضور مشرف مأموريه اسكندريه في الفتره من يوم 30/1 حتى يوم 15. طبعا نظرا ان انا كشفت سرقات قبل كده فانا عارف الدنيا شغاله ازاي، فكان في تعيينات بتيجي من الحرس الجمهوري استثنائيه بجانب تعيينات معسكر الان مركزي راس السوداء، دي كانت بتيجي حضرتك زي ترفيه. دي حاجات كانت بتيجي بحوالي 500 600 جنيه، كان بياخدها حوالي 4 أو 5 في مكتب اسكندريه اللي هم مقيمين في بيوتهم، والحاجات دي كان احق بيها ال 50 اللي هم قوه مأموريه مصر. وطبعا الظباط بتسكت، على اساس الظباط دي لها شقق في اسكندريه، بيروح يوضبوا لهم الشقق، يحطوا لهم فاكهه، القصص دي كلها ينضفوا لهم شقق لما يبقى ايه هم رايحين، والقصص دي كلها بناء عليه ان هم كانوا بيسكتوا حضرتك على موضوع ان تعيين 50 بياخدوا 4. انا رفضت هذا الكلام وقلت لا، انا هاخد التعيين دوت ان انا احطه في الاكل للناس، بدل ما نستفيد بيه نستفيد بيه ايه؟ نستفيد بيه كلنا. وان في برضه كانوا بيسيطروا برضه على يعني حاجات هايفه في مجموعها، بس هي بالنسبه لي انا مش هايفه لان ده ضمير. التعيينات بتاع زمايلي كانت بتتسرق، انا الحمد لله قدرت ان انا ارجع التعيينات لزمايلي. طبعا تم التهاضي من قوه تامين اسكندريه بوطئه مدير التامين، وبداوا يبصوا عليا في الامن المركزي ان انا ما اخدش اي امكانيات بحيث ما اعملش اي امكانيات لزمايلي، وبوظوا لي الدنيا ويسلطوا عليا العساكر تحط ملح للاكل للناس. الناس قالت لا، طب ما هم حطوا لنا ملح النهارده بكره يحطوا لنا سم. اتصل بيا مساعد مدير تامين اسكندريه وحكينا له في السرقه وفي كل حاجه. كان في واحد زميلنا في راحه الخدمه بتاعته وقال ان انا متطوع راح اطبخ للناس، عشان انا في اليوم ده ما كانش معانا طباخ، وزميلنا راح وطبخ لنا تمام التمام. سابوا السرقه وسابوا كل حاجه واتكلموا ان ازاي شعبان يروح المطبخ عشان هي الناس دي بتتكلم في هيافه. الضابط اللي بيكلمني بامانه اللي انا بحبه، انا ما حبيتش ان انا اغلط فيه او اتجاوز معاه، ففضلت ان انا اكثر من شده غيظي ان هم سايبين السرقات وبيتكلموا في واحد راح وما راحش ان انا رميت التليفون بتاعي كسرته. وبعد ما كسرت التليفون بتاعي جيت وقفت اخش عليا، وقعت من طولي، ما كنتش مغمى عليا كمان، لان انا دخت كده ووقعت وما حسيتش بنفسي بعمل ايه، وجات لي حاله هستيريه. زمايلي بعد ما فقت لقيت ان انا نايمه كده على دكه، وزمايلي بيقولوا لي ده انت شتمت وقلت حراميه وقلت مش عارف ايه وقلت وقلت وقلت. طبعا انا والله العظيم والله العظيم وانا ما بكذبش في حياتي، وهم يعلموا هذا الكلام، والناس دي ظالمه، الناس دي ظالمه 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 بجد. وبعدين حضرتك انهولي المأمورية ونزلت، ادوني يوم راحه ويومين اجازه، واتفاجئت في تاني يوم من الراحه بتاعتي من اجازتي، فاجئت ان زميلي عمرو ابو الفتح التوبجي ده موظف مدني شغال معايا في مكتب الشؤون القانونيه، بيبلغني انت ممنوع من دخول قصور واستراحات رئاسه الجمهوريه كلها، وتم نقلك لمديريه امن القاهره. حضرتك انا طبعا صممت ان انا ازاي ليه نقلوني وليه نقلوني تعسفي، وكمان اعلم ان هم كسروا درج مكتبي وخدوا المستندات الخاصه بيا اللي هي تدينهم في بعض القضايا، منهم ظابط كان سايق عربيه 405 مكان السواق وقلب العربيه، والعربيه اتعملت باسم السواق وانا اللي كنت مخلصها لهم. فانا يعني ازاي انتم بتنقلوا الشريف وسايبين الناس الحراميه عندكم؟ ازاي الناس الحراميه اللي احنا اتكلمنا عليها من سنه فاتت؟ نقل حضرتك لمديريه ايه يا فندم؟ مديريه امن القاهره. طب بعد النقل بقى؟ انا بعد طبعا ما جالي خبر، بعد ما جالي خبر النقل بتاع حضرتك
انا جن جنوني ان انا من انضف الناس عندهم وهم بيشجعوا الناس اللي هم دون المستوى، امثال امين شرطه اسمه ماهر عبد الخالق، امين شرطه اسمه احمد الخولي، امين شرطه اسمه محمود عبد الله ده كان شغال تحت ايدي، واسوأ امين شرطه وكنا بنشتكي يقول لك انتوا عايزين منه ايه؟ النهارده انا النضيف مشي وبقى هو قاعد على مكتبي. فانا حضرتك انا جيت عند قصر القبه وطبعت مطبوعات حوالي 4 مطبوعات فيها قايمه سوداء لضباط شرطه رئاسه الجمهوريه، ومش معنى كلمه قايمه سوداء ان هم كانوا بيقولوا يقادوني، مش معنى كلمه قايمه سوداء ان هو يكون متربع، هم ممكن يكونوا متربعين والله اعلم، بس قايمه سوداء دي ان هي دي ناس احنا ما بنحبهاش، واطلب 700 امين شرطه ودرجه اولى في شرطه الرئاسه يقروا على الناس دي. هو ما فيش الا واحد فيهم بس اسمه احقاقا للحق جه عن طريق الخطا، العميد طارق طه، وده فعلا اتظلم، بس الناس هي اللي كانت قايله لي حط اسمه في القايمه السوداء دي. ودي كانت حركه تطهير احنا بادئينها بوزاره الداخليه. قمت بالاعتصام وجي رئيس القطاع المسؤول عن اسم الزيتون، وجي مامور اسم الزيتون، وجي النائب والقصص دي كلها. ولما جول قالوا لي يا ابني انت معتصم سلمي وان انت ما بتخربش وان انت واقف على رصيف وحتى العربيه ركنت على جنب والقصص دي كلها. لما زاد ضغوط رئاسه الجمهوريه واللواء محمد ايهاب الظالم، اللي هو الظالم 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 اللي هو محمد ايهاب، والعميد احمد سعيد اللي هو اظلم منه اللي انا ياما خدمته، تم السيطره على اسم الزيتون وخلوهم فضوا اعتصامي بالقوه وتقطيع اللوحات الخاصه بيا حضرتك، وكان معايا 2 من ولاد عمي وواحد قريبي تاني، هم جايين مش عشان حتى الاعتصام، وكانوا قاعدين في العربيه، تم رفعنا كده هيله بيله كده باسلوب مهين. وانا يعني ليه البلد بتعاملني على اني امين شرطه؟ ليه ما بيعاملنيش على اني مواطن؟ ليه ما بتعاملش على اساس ان انا بحارب الفساد؟ طيب وليه ما حدش واقف جنبي؟ اتقدم اتعمل لي محضر. طيب. انا اتعمل لي محضر يعني بعد ما شالوني ودوني اسم الزيتون خدوني عملوني محضر، وعايز اعرف انه مواطن اعتصم في مصر، انه مواطن اعتصم في مصر اتعمل له محضر حضرتك، واحداث بلبله للامن العام ومش الامن العام والقصص دي كلها ليه؟ مطالب حضرتك بقى الاخيره. انا مطالبي رجوع مكتبي اللي انا احق بيه من الناس الخباصين، واطلب شهاده 46 امين شرطه درجه اولى قوه مأموريتي في اسكندريه، لان الاول مره تتحد شرطه رئاسه الجمهوريه ان هم على زميلهم عايزين زميلهم، عشان كلهم قالوا زميلنا كان بيدافع عن حقوقنا، وعشان يبقى فاهم اللي هو محمد ايهاب ان انا زمايلي وهو بيجتمع فيهم اثناء منع اعتصامي كانوا فاتحين التليفونات وبسمع اجتماعاته وبسمع كل كلمه بيقولها في الاجتماع. حصل اضراب يومين عن الطعام باداره تامين اسكندريه، وفي ناس اول يوم راحت المستشفيات وتاني يوم في ناس راحت المستشفيات، وحصل اعتصام في قصر القبه، قصر عابدين وقصر الاتحاديه، وساعه لما جم يقبضوا عليا ثبتوا زمايلي وخدروهم ودخلوهم جوه لغايه لما تم القبض عليا، وانا كده حاسس باهانه، وانا مواطن مصري اعتصم سلمي بما لا يعيق المرور ولا يعيق بوابه الرئاسه، وبوابه الرئاسه دي زيها زي ميدان التحرير. حتى من ضمن الاسئله بيسالها السيد المحترم رئيس النيابه ان هو بيقول لي ملصقات، قلت له يا فندم الملصقات ده في مليون منها في ميدان التحرير، انا عايز اعرف بقى انتوا سيادتك قبضتوا على كام واحد اعتصم وانا مظلوم في مكان عملي، وسيادتك دي يعني وجودي قدام حضرتك دلوقتي ده كمان ان انا بتظلم بزياده، لغايه امتى هتفضلي تظلمينا يا مصر؟ يجب تطهير وزاره الداخليه، ضباط اسم الزيتون انا بقول لهم ازاي نفذتوا التعليمات الغلط، مع ان البلد والثوره بتقول ان يا جماعه التعليمات اللي تجيلك غلط ما تنفذهاش، قالوا ده كلام في التلفزيون، احنا عايزين نعرف وزاره الداخليه رايحه لفين؟ وضباط رئاسه الجمهوريه انا بطلب، انا ولا بقول مرتشين ولا مش مرتشين، انا بطلب اقرار الذمه الماليه لجميع ضباط شرطه